السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي الأصدقاء في حلقة جديدة من حلقات السيد والمصيد على قناة محمد عبد القادر عبد العزيز على اليوتيوب. لقد نزل بجوار البلابل. إنه يستطلع. إنه قد جاء أمام المصيدة. مصيدة أم رحيل من المصائد التي تباع بسوق السيدة عائشة بالقاهرة. أوه لقد نزل، نعم، ولكن الباب السلك أو السستة تقريبا في حالة صدأ، فكما تشاهدون تريد بعض الجاز أو الزيت أو البنزين أو أي مادة من مواد البترول لتعمل جيدا. لا أعرف هل سيقوم بالخروج إذا ذهبنا إليه أم لا. سوف ألقي نظرة. هيا بنا نحاول الإمساك به أم ننتظر لنرى هل سيستطيع الخروج أم لا. والمصيدة في هذا الوضع تقريبا يستطيع الخروج، فهيا بنا لنلحق به. هو يبحث عن مخرج. أوه لقد خرج. سنحاول استكمال الصيد. إنه يقف أمام المصيدة، خرج من المصيدة كما رأيتم. لم نلحق به. هو يقف أمام العين مباشرة في الناحية المقابلة. هل سيفعلها الطائر؟ هذه مصيدة بروحين، إذا قام بالنزول للحبوب التي بالأسفل سوف أقوم بالهبوط في المصيدة إلى الداخل وسوف نمسك به إن شاء الله. ويريد الدخول إلى اليمام ولكن لا يجد باب أو لا يجد مكان يدخل منه لليمام.
هل سيفعلها؟ يبدو أنه تعلم الدرس. هيا. أوه نعم، إنه على وشك الدخول. نعم لقد دخل وقد أغلقت عليه هذه المرة ولن يستطيع الخروج. قامت الخشبة بالرجوع كما تشاهدون، وهو أصبح الآن حبيس في المصيدة. هيا بنا لنخرجه ونضعه مع زملائه. كما تشاهدون هذه المرة لا يستطيع الخروج. وها هو الطائر الجميل ذكر من اليمن، كما تشاهدون أقدامه حمراء أحمر غامق، لون القدم أحمر غامق وليس أحمر فاتح، وهذا دليل على أنه ذكر. النتائج يكون أقدامها لونها أحمر فاتح.